بريف دونك انا اماني جيت باش نحكي لكم على سوجي قديم لي صراحه حكي على البورقيبه قبل ما نتردين قبل ما تولد با دونك dernièrement قاعده في محل الانترنت نشوف من سيت لسيت نلقى سين نعمل ستاتستيك على قداش من ولاد صغير ما يقراش في العالم العربي في اطار التسويق الدوله العربيه المتحضره المثقفه تتخا قال لك 8 ملايين ونص جي شوف انت تقول نحن في تونس امبوسيبل نحن عندنا صغار ما تقراش تي ما بركي بدخلها القرايه وصغار كل تقرا اي با تقول انت بلاش كلهم في اليمن في جيبوتي في من عرفش وين ما نحن تونس يستحيل تحل اليونسكو شوف قداش عندك صغار ما يقراوش يقول لك راهو في تونس تو سكولاريتي 96% معناها عندك على اربع صغار على كل 100 ما يدخلش يقرا ما يمشيش يقرا بريمير سنه اولى ما يعرفش يكتب اسمه تجي تشوف انت تقول لك لي يونسكو كذابه يستحيل نحن في تونس ما يقراوش تحل السيت نتاع وزاره التعليم في تونس يقول لك نحن الاولاد يقراو 91% لا 90 البنات 91 البنات قرايين اكثر باهي وكل عشرة صغار هذوكم علاش ما يقراوش مش ممنوع بالقانون مش مفروض البو يشد الحبس كما يخليش ولده يقرا مفروض يتعاقب حسب مجلة حقوق الإنسان والإنجاز العظيم ولحقوق الطفل ودرا شنوا في تونس المفروض اللي الولاد صغير ما يقراش حسب الفصل العشرين من الباب الثاني ولا جو سي با كوا دونك مفروض يتسمى ولاد في خطر خاطر ماهوش قاعد يقرا به صارت الحالة أنا نلقى بنية صغيرة عمرها 7 سنين ما تقراش بوها ما هزيش ما قايدهاش تقول أنت المفروض بما أن البلدية عندها دات دو نيسونس والطفلة خلطت 6 سنين وما دخلتش راهم يكلموا البو يقولوا له بنتك شبيه ما دخلتش تقرا شبيك ما قايدتهاش الطفلة عملت 7 سنين ونص وما هيش مقايدة حتى نكتب مشيت له قلت له يا سيدي أنت شنو هي مشكلتك كتابة تقوم تصرفوا تو الدشرة يلموا لك كتبة وكتابة مشي قري بنتك قال لي لا أنا مش مشكلتي في كتابة مش مشكلتي في الفلوس مرة شنو مشكلتك؟ قال لي أمها تخدم على الحظيرة تقوم الستة باش ترسي لي أنا نقوم كل يوم نوصلها ما نحبش بلاش باش نجاوبه بالله وفالك لي ما عاد عندي ما نحكي معاه حبيت نمشي نشكي مشيت لمنظمة حقوق الطفل قلت لهم راهو ثم فلان الفلاني بنته ما دخلهاش تقرا نشكيو بيه قال لي يا مدام عندك الحق ودرا شنو ايا توا نشكيو بيه كيفاش قال لي تمشي للشيخ مشيت للشيخ قلت له فلان الفلاني تعرفوا راهو بنتو محبش تقرا قال لي امشي جيب مضمونها من البلدي مشيت جبت المضمون من البلدي هزيته للشيخ قال لي نمشيو نكلموا العمده كلمت العمده وهي كم دشره العمده بعثنا للبلديه اللي تبعث لها الدشره حكينا معاه زعطانا ورقه قال لها تمشيو بها لمندوبيه التعليم مشيت لمندوبيه التعليم عطاونا ورقه وما فاتش الحكايه دوك حتى بوغ دينونسي انه صغير ما يقراش في تونس سي فريمون تري 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 كومبليكي جي باسي دو سمان من بيرو لبيرو تك 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 يا وليدي راه ثما طفله ما دخلتش تقرا تعرف تكتب اسمها تعرفش واحد مع واحد 7 سنين عمرها في بالكم اللي الاولاد اللي عمرهم 24 سنه عندنا 6% ما يعرفش يكتبوا ما يعرفش يكتب اسمه ما يعرفش يصحح كي يجيه فاتورة الماء يهزها لجارو يقرا له خاطر ما يعرفش بورتون نقولوا ليه عندنا تعليم نحن من عهد الاستقلال من احسن الدول العربيه اللي تقرر سي با فغي نحن نسميو كذبنا على رواحنا كذبه وصدقناها امنا ان نحن شعب مثقف وواعي ترى ما مش صحيح كان نقول لك 24 سنة ما يعرفش يكتب اسمه مش ما نقول ما عندوش فيسبوك لا لا ما يعرفش يكتب اسمه ما يعرفش يقرا فاتورة الضوء كي يجي يصحح كونترات الكريم ما يعرفش يقرا دونك المشكلة فين بون برشا هما مشيك ما نحاولوا نختصروا المشكلة الأولى هي بروبليم دو مونتاليتي في البو اللي ما يحبش يقري بنته جوست على خاطر باش يرسلو يقوم الصباح يوصلها الدنيا بارده ومدرسه بعيده دونك يا بروبليم لوجيستيك ديجا خاطر المدارس بعاد وتشر وديان بالماء والصغير ما يخلط كان كل فلوس المشكله هذيك الاولى انا المشكله الثانيه في البو المشكله الثالثه في القانون
القانون اللي يكفل حقوق الطفل اللي يقول لك هذاك سيت ان انفون مناسي اللي ما يقراش سيت ان انفون ان دونجي ويعطيك بروسيدور طويله عريضه لحمايته يا يقعد في الدار يجيبوا له شكون من الوزاره يتهابي يا يهزوه يحطوه عند فامي يا يهزوه يحطوه عند الدوله سا ديبون من دوغري نتاع دونجي اللي هو فيه. اما كومون دينونسي سا هذيك المشكله كيما كي تمشي تاخذ في بطاقه تعريف يقول لك برا جيب وبرا جيب وبرا جيب وبرا جيب باهي باش تصعب في بطاقه تعريف وتقعد تشوف في الاوراق. اما في حاله وليد صغير اسكو نجم يصبر انت حطيتش ثلاثة جمعات تجري تلوج على ورقه وعلاش نعقدوا فيها باهي ما عندك مضمون وتمشي لمندوبيه الطفل ولا مندوبيه التعليم وفيه علاش نعقدوا فيها عقدناها برشا برشا بالبروسيدور دو تال فاسون في الاخر ما نجمتش كي بيه البو وقعدت الطفله لان عمرها 8 سنين باش دخلت تقرا سنه اولى وبدخلت تقرا سنه اولى على خاطر ان درت على الدشره دار دار مشاو للرجال حشموه باش دخلها تقرا مش شكيت مش الدوله خذت لها حقها مفروض تعليم حق متفاهمين فيه ايبا مش الدوله اللي عطاتها حقها في التعليم رجال الحومه وقعدوا جابهيو هاو نهار طيبوا له التاي هاو نهار هزوا له الكسكسي والله مش فضلك باش الراجل اقتنع انه يقوم الصباح يهز بنته تقرا ومش كان هو وما تقولوش على خاطرها داشره في طرف الدنيا في القصرين القصرين ايه ما تقولوش على خاطرها داشره في القصرين في اخر الدنيا دوك ماهمش مثقفين وما يقراوش نو نو سي با دو تو فغي تلقاها لهنا في تونس تلقاها في الشغل تابعين تونس تلقاها في برشا بلايص برشا بلايص برشا صغار ما يعرفوش يقراو برشا صغار لي بارون تاعهم لو سون با كونسيون كو ولدك يلزمو يقرا لا احنا مانيش قاعدين على اللي يدخلوا يقراو ويبطلوا مش هذيك هذيك مشكله اخرى احنا نحكيو على مجتمع اكبر ميم با يدخل ميم با يتقايد بورتون كل شيء انفورماتيزي بورتون في البلديه عندك المضمون مقيد وارديناتور والريزو اللي ساعه ساعه يصيح ما يقوم مش ما تعرفش علاش ونحن قاعدين نتفرجوا عليها بس دو دوني كامله كي ني با اكسبلواتي باهي كيفاش نحلوها المشكله يلزم يكون عندنا اليرت تخرج كل عام وقت لونتري وقت التقييد في شهر اوت فيها ليست نتاع الاولاد اللي باش يدخلوا يقرا ونقارنوها باللي قاعد تقييدهم واللي تلقاه مش مقيد في ليست تمشي تشوف لي باهون نتاعو صعيبه ولا على خاطر سمعت البلديه باش يحكموا شويه مع وزاره التعليم بخلوا برا يتخفر يخلي الفيست معلقة دونك مش باش نخليهم مش نعملوا عليهم لازمنا نعملوا على رواحنا لازمنا نحنا نمنوا انه التعليم بالرسمي حق حقه الصغير هذاك انه يتعلم لازمنا نحنا نمنوا نحنا ندافعوا على حقه ما نستناوش الدولة باش تعطيه له غراتويتمون لازمنا نحنا الكل مع بعضنا نقفوا للدولة ونقولوا لها تبع حق الصغار ونعسوا عليها دورنا كمواطنين المراقبة مش كترى ولاد صغير ما تخلش يقرا تقول شي همي بوه يتحمل المسؤولية شو دوا دينونسي سا ما يسالش اقعد ثلاثة جمعات تجري من بيرو لبيرو وما يسالش طيب البوه تي واعمل جاب هيا وقول له براس فمك دخل بنتك تقرا ما يسالش اتعبوا شوية وموا باش نهار اخر تونس تكون كلها تعرف تخلص فاتورة الضوء تعرف تقرا فاتورة الماء تعرف تستعمل بورتابل ما يشيش عيب ولاد عمره 6 سنين ما يعرفش يكتب اسمه سيتو ميرسي Thank you.